السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. عندنا جهاز ايفون 7 زي ما انتم شايفين، مسكر اي كلاود 7 بلس. ايفون 7 بلس مسكر اي كلاود، بدنا نفتحه من الاداة المجانية روم اف دبليو. هاي الاداة مجانية بالكامل من صاحب الاداة. قريت نمشي شرحتها كثير بفيديوهات قبل، يعني اشتغلنا عليها 6-7 اجهزة. فطرق تنزيل الأداء والتحديث الموجود للأداء موجودة في الفيديوهات السابقة في القناة. الآن راح أترك لك رابط التحميل طبعا بالوصف. خلينا نبلش مباشرة في الأداء. نفتح الأداء روم اف دبليو. في فيديو خاص لعملية تسجيل الدخول، تقدر تلاقيه بالقناة بالأسفل. كل التسجيل وكل العملية مجانية بالكامل. بعد ما فتحت معنا الأداة بالشكل هذا، نتوجه لخيار آيفون، بنروح على خيار أو من رام ديسك نيو. لما يفتح معنا الخيار بالشكل هذا، نترك الجهاز في وضع التشغيل، نعطيه الامر الاول وهو تشيك ديفايس. طبعا يا جماعه اي حدا عنده مشكله خلال العمليات تاعت الاداه، حلها شغلتين: اما التعريفات تمسح الثريو تولز والايتونز وترجع تنزلهم، طبعا ضروري تكون منزلهم قبل الشغل على الاداه، يعني قبل ما تنزل الاداه لازم تكون منزل هدول البرنامجين، لانه هدول البرنامجين وظيفتهم انه بيساعدوا انه التعريفات تكون شغالة لكل اجهزة الايفون، وهي وسيلة الربط بينها وبين الاداة. واذا ظلت عندك اي مشكلة تانية برضو، بدك نسخة الويندوز تتأكد انها ويندوز 10 وتكون برو، ويندوز 10 برو وتكون هاي النسخة 22H2، يعني هاي مجربة انا متأكد منها لانه في نسخ تانية عملت معي مشاكل، و 64 بت. هاي نقطة مهمة. بعد ما عملت تشيك ديفايس، برد بعمل كمان مرة عشان حكيت. بعد ما ياخذ تشيك ديفايس يقرأ معلومات الجهاز، نعطي اوكي. بعدها بنختار كرييت اكتيفيشن اي او اس. هاي العملية كثير ناس يعني بنسوها. لما تنساها لما تيجي على الخطوة الثانية بقول لك كول ادمن، يعني بيعطيك انه التواصل مع الادمن انه في مشكلة. اذا عملت هاي العملية هيك انت هيك اشتغلت بالطريقة الصح. الآن خلص العملية، بطلب مني أدخل الجهاز بوضع الديفيو مود. أول شيء بطفي الجهاز، بضغط بور وبطفي، بضغط خفض الصوت، بضل ضاغط عليها. لما يطفي الجهاز بالكامل ويرجع بده يشتغل مباشرة، راح يدخل على وضع الريكفري. زي ما شايفين دخل في وضع ريكفري. الان بدي ادخله بوضع الديفيو مود. كيف؟ بضغط خفض الصوت مع الباور، بضل ضاغط لغايه ما تطفي الشاشه. بعد ما تطفي الشاشه مباشره بعد 1 2 3، وبرفع ايدي عن الباور وبضل ضاغط على خفض الصوت. هيك الجهاز اتصل في وضع الديفيو مود. لازم تدخل ريكفري بعدها ديفيو مود. ليش؟ عشان ما يفشل معك في العملية التالية. نعمل تشيك ديفايس. هاي العملية ممكن يخرج من وضع الريكفري ويرجع يشتغل معك الجهاز، او يعطيك خطأ هون انه الجهاز غير متصل. فلازم تعمل من ريكفري لديفيو مود، حتى لو غلبك الجهاز ضلك لغاية ما تزبط معك العملية. بعد ما فتح معي الخيار هاد بختار من 12 ل 15، لانه اصدار جهازي 15.8. اذا كان جهازك 16 فما فوق تختار خيار 16. انا 12 ل 15، راح اختار 12 ل 15. هون بيعمل عملية فك الضغط للملف. الملف محفوظ بالبداية. انت اذا اول مرة بتعمل الجهاز راح ينزل ملف، راح تستغرق العملية من 2 لـ 3 دقائق.
زي ما شايفين دخل في عملية الرام ديسك، والآن راح يبلش عملية دخول الرام ديسك. أعطانا أوكي، خلص العملية، أضغط أوكي. بعدها بختار هذا الخيار Hello Active iOS. ننتظر لغاية ما يعطي الأمر ويفتح التليفون. أخذ العملية بشكل كامل والعملية تمت بنجاح. نضغط OK، ننتظر لغاية ما يفتح الجهاز. الأداة هاي كمان تقدر تستخدمها لأجهزة سامسونج وميديا تيك وهواوي، كثير فيها استخدامات يا جماعة، يعني مش بس يعني إنه هاي مفروض تكون على كل جهاز موجودة، يعني بتساعدك وأداة مجانية بالكامل إن شاء الله أنها بتخدمك. زي ما شايفين يا جماعة التليفون فتح بشكل كامل، الأمور كويسة، نقدر نشبك واي فاي ونقدر نتخطى حساب الآي كلاود، نتخطى آسف نقدر ندخل حساب الآي كلاود، عملنا عملية التغطية. زي ما شايفين أعطاني إنه أكتف، نو جيل بريك، ما في آي دي، ما في آي كلاود، الأمور طيبة. طبعا هاي الأداة يا جماعة يعني لو عملنا هون إغلاق، هاي الأداة الام دي ام فيها قريبا راح يشتغل، حاليا ما بيشتغل. الام دي ام اللي هو بيساعد على تخطي للأجهزة المحمية للشركات، الايفون والايباد، هاي العملية مهمة للام دي ام. فيها طبعا كوالكوم انلوك، تقدر هون تضغط على لاود وهنا بيعمل لاود للداتا، بيعطيك خيارات الأجهزة الموجودة في كوالكوم، مثلا أوبو، هون بيطلع لك هلا الموديل، تختار الموديل مثلا، يعني العمليات التخطي. وهنا إزالة الرمز، هون تخطي ال FRB، عندك هون السامسونج، هون الميديا تيك، يعني فيها كثير شغلات يا جماعة تستفيدوا منها بشكل كامل. في أخطاء في الأداء بس يعني أغلب البرامج فيها شغالة 100%. هذا كان الفيديو اليوم، أراكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.